تفاعلا مع مواقع التواصل الاجتماعي وما تم من جدل حول استخدام ألعاب بألوان ذات رمزية للمثلية الجنسية، أكدت جمعية مقومات حقوق الإنسان أن الشريعة الإسلامية تجرم ما يطلق عليه البعض المثلية الجنسية، وتجرم كذلك الزنا والشذوذ الجنسي، موضحة أن بعض الدول تعتبر هذه الممارسات من ضمن الحريات الشخصية التي ينبغي أن يتمتع الأفراد بحق اختيار ممارستها، إلا أنه يجب أن تجرم مثل هذه الممارسات والدعوة إليها كونها تعد خرقا لأحكام الشريعة الإسلامية والدستور الوطني. وحذرت الجمعية من تفشي مثل هذه الظواهر والممارسات في الدول الإسلامية من خلال بوابة حقوق الإنسان وحرياته، مؤكدة أن على المعنيين في الدول الإسلامية دور كبير في التصدي لهذه الظواهر. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس مركز حماية الأحداث بجمعية المحامين الكويتية المحامي محمد طلال العجمي. أهلا فيك أستاذ محمد، معنا في ATV العدالة. بداية أستاذ محمد، كيف يتناول القانون الكويتي مثل هذه القضايا؟ وهل يجرم الترويج للمثلية الجنسية من خلال الألعاب أو الرموز التي تشير لها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، بداية قبل الخوض في الناحية القانونية وتجريم المشرع الكويتي لهذه الأفعال، يحسن بنا أن نبين موقف الشريعة الإسلامية تجاه هذا الفعل، فقد أوضح الله عز وجل في كتابه الكريم مستنكرا فعل قوم لوط المخالف للفطرة الإنسانية السوية. قال تعالى: أتأتون الذكران من العالمين، أي أتنكحون الذكران من بني آدم في أدبارهم، وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، أي تركتم الإقبال على النساء. وأتى في نهاية الآية الكريمة: بل أنتم قوم عادون، بمعنى تتجاوزون على ما أباح لكم ربكم. أيضا قال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول. ولذلك هذا أمر خطير جدا لا يستهان به. أيضا ذكر ابن القيم في كتابه أستاذ محمد، طبعا لو نبتعد قليلا عن الجانب الديني، احنا في بلد يعني احنا ملمين بهذا الموضوع، لكن نحاول ان نركز اكثر على القانون الكويتي، خاصة ان نحن في بلد إسلامية، وانا اتفق معك في كل هذه النقاط، لكن القانون الكويتي يجرم هذا الموضوع بالنسبة حق المثلية الجنسية، لكن ما سبب وجود هذه الألعاب، هذه الرموز اللي نلاقيها منتشرة وايد في دولتنا الكويت؟ سيادتي الكريمة، كيف يبين القانون للمجتمع دون تطرق إلى الشريعة الإسلامية؟ إذن أين الزجر وأين الخوف؟ أين العقاب؟ أين الوعيد؟ فالآن الكلام أصبح متداول، يسمع من أذن ويطلع من الأخرى، فلازم أنا أبين الأمر هذا، أبين أن الله سبحانه وتعالى جرم هذا الفعل، النبي عليه الصلاة والسلام جرم هذا الفعل، علماء المسلمين أيضا، القانون الكويتي في المادة الثانية من الدستور التي نصت أن الدولة الإسلامية والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، أيضا نصت المادة 49 من الدستور على مراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة واجب على جميع سكان الكويت. لذلك كانت الشريعة الإسلامية ترفض تماما وتؤثم ما يقوم به الشواذ من أفعال وتصرفات، فضلا عن أنها تخالف الآداب العامة للدولة. ومن ثم فإن أعمالا لهذه النصوص الدستورية يتعين على جميع سكان الكويت الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية وعدم مخالفة النظام العام. أستاذ محمد، إحنا يعني مؤمنين أيضا بالتجريم الإسلامي وديننا الحنيف لهذا الجانب، وأيضا القانون الكويتي، لكن هل يوجد هنالك بعض الثغرات القانونية التي تجعل هنالك تفشي لهذه الرموز وهذه الألعاب في داخل الكويت؟ في ثغرات قانونية؟ طبعا لا وجود أي ثغرات قانونية في ظل وجود المادة 193 من القانون رقم 16 لسنة 1960، حيث نصت المادة: إذا واقع رجلا آخر بلغ 21 سنة وكان ذلك بغواهم، يوقف كل منهما بالحبس
مدلات التجاوز السبع سنوات بنص واضح وصريح. نعم، أيضا أستاذ محمد كان في بيان لجمعية مقومات حقوق الإنسان تطرق لوجود بعض الحالات المرضية التي يمكن تحتاج العلاج طبي أيضا ونفسي، فهل يفرق المشرع في هذا الشأن بين الحالات المرضية وغيرها؟ أنا وجهة نظري من هذه الناحية طبعا دراسات راح أبين ذلك أنه هذا ليس نعم. بمرض، هذا شذوذ. إذا كان المثليين يعد مرض إذا أو اللواط يعد مرض إذا حتى الزنا مرض، نقول الزنا مرض، نقول من القتل مرض، والسرقة أيضا مرض، والخمر اللي اليوم الخمر يسمونه يعني بغير مسماته كمشروبات روحانية وأفضل أيضا نقول هذا مرض. صحيح أستاذ محمد، ولكن أيضا إذا كان مدمن للخمر أو المثلية الجنسية ممكن علاجها في كل الحالات. كان معنا رئيس مركز حماية الأحداث بجمعية المحامين الكويتية المحامي محمد طلال العجمي، شكرا جزيلا لك.